انا سميتي مريم موفق، ممثل شركه اروما اكسبريس. درت واحد المشروع، بغيت بحالي بحال الشباب المغاربه، بغيت نتكرا فيه على الله. كريت واحد المحل، كريت تقريبا ب 6500 درهم، وعاد زيد على الضرائب ديالو. مشيت عندي جميع الوثائق ديالي قانونيه، وكان تفاجئ المغلق هذا المغلق هو جاري حابسني، قال لك ما عندكش الحق تدخل في الماء. انا كنتسائل كيفاش هو عنده حق ومستفد انا ما عنديش حق، كيفاش هاد المحلات التجاريين كاملين اللي دايرين بيا مستفدين من الماء وانا ما مستفدش. انا دابا عام وثلاث شهور انا كنخلص فكره، عام وثلاث شهور انا كنخلص فكره، وهاد السيد هذا طغى وقال لي غنخسر عليك 30 مليون، جري طوالك فيما عجبك اجري. ومني كنجلس اولا ملي كنتناقش معاه، ملي كنجي كنقول له داك الشيء اللي كديرها ماشي قانون، وكيسدني وكيغرق ليا. جاو هما اللي دارك، خلصت الماكن ديالي كيمنعهم، وهز السوارت ديال فين كيكون الماكن ديال الضو سد عليهم. جاو البارح السلطات قال لهم حل لي الباب، واش حل لهم الباب؟ جبد لي السيد جاري من الهيدا اللي راه عندي واحد السارود، حل لنا الباب. ركبنا الضو البارح، ودابا سد لينا على الماء، دار ليه الكرياج ودار ليه القفل ديالو بوحدو، وما عندوش حتى صفة قانونية باش يسد على الماء ديال عباد الله. أنا حسيت في الحبرة في هذه المدينة هذه، حسيت في الحبرة في هذه المدينة هذه، علاش هذا السيد هذا غايب علي؟ وأنا عندي جميع الوثائق القانونية، علاش هذا غايب علي؟ ومشيت شفت البلو من البلدية، ولقيت عندي حقي في الماء. وكيقول لي هذاك البلو اللي جبتي راه شوف كيفاش درتي ليه، راه مزور، ولا شوف كيفاش درتي ليه حتى جبتي. عندي موافقة للسكان، عندي الحمد لله ما عنديش انا شي مشاكل مع السكان، وعندي موافقة للشرطة الإدارية، عندي ريجيس كوميرس ديالي، عندي وثائق ديالي كاملين، عندي وثائق ديالي كاملين قانونيين. أنا دابا الطلب ديالي الوحيد هو كنطلب السلطات ديال القنيطرة من الناس ديال البلدية، من الناس ديال الشرطة الإدارية، من الناس ديال دارك، من ولاية الأمن يدخلوا ليا في هاد القضية هادي باش ندخل أنا المدينة ديالي. حيت هاد السيد هذا حيد لي رواد الحار، قطعوا راه باقي مقطع، وحيد لي الماء، حيد لي التيو ديال المحلو زعما، والماكينة باقي ما ركبهاش لحد الآن، واخا الضو دخلت البارح ولكن الماكينة ديال الماء باقي ما ركبهاش لحد الآن.